وللمتابعة ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير الأهرام. سيد أشرف، بعيدا عن البيانات الرسمية التي خرجت، بماذا خرج هذا اللقاء؟ أولا مساء الخير. يعني هناك تطور آخر يجب أن أذكره، وهو أننا فوجئنا مساء اليوم بالسيد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي يصدر بيانا يؤكد فيه أن وفدا رفيعا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة السيد زياد النخالة نائب الأمين العام كان أيضا في القاهرة في زيارة استغرقت 3 أيام، والتقى بمسؤولي المخابرات المصرية، واختتم الزيارة بلقاء مع السيد وزير المخابرات اللواء عباس كامل، وغادر القاهرة أيضا اليوم. نعم، إذا ربطنا بين زيارة حماس وزيارة الجهاد الإسلامي وقبلها زيارة السيد عزام الأحمد، يعني المسؤول البارز في حركة فتح وفي السلطة الفلسطينية ومسؤول ملف المصالحة في السلطة، سنكتشف أن هناك حراكا كبيرا يجري في هذا الملف. ما أعرفه تماما هو أن حركة حماس لم تأتي إلى القاهرة بمبادرة منها، ولم تأتي للدخول في حوار، ولكن جاءت لكي تعرض عليها مصر مقترحات وأفكار يعني قدم بها السيد عزام الأحمد. وهذه المقترحات والأفكار خلصت إليها لجنة غزة التي شكلها الرئيس أبو مازن، وانتهت بمجموعة من الأفكار تتعلق بعملية المصالحة واستيعاب الموظفين وعودة الرواتب والخدمات وما إلى ذلك، ولكي نحل قضية الصراع بين التسكين والتمكين. نعم، ولكن اللقاء سيد أشرف، يعني الذي تم كلما مساء حدث أمس، تقدم حتى في المرات السابقة ويتم التوقيع على اتفاقيات والتقدم خطوة، بعد أيام قليلة يتم العودة عشرات الخطوات إلى الخلف. هل ستتكرر نفس هذا السيناريو؟ يعني نتمنى ألا يتكرر هذا السيناريو، لأن المسألة ليست بأيدينا. المسألة مصر تبذل أقصى طاقة، يأتي كل وفد ويتحدث بتفاؤل ويقول أنه سيلتزم، ثم أثناء التنفيذ نكتشف عقبات لم تكن في الحسبان. الجولة السابقة من الحوار كانت مليئة بالتفاؤل نعم وبالأمل، صحيح، عندما أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية، وعندما قال السيد يحيى السنوار أنه سيكسر رقبة من يعطل المصالحة، وبعد ذلك تعطلت المصالحة. اكتشفنا صراع جديد بين ما يسمى بالتمكين أو التسكين. هذه المرة نخشى أن يتكرر الأمر، لكن الجديد كما يعني أعلم هو أن السلطة ربما توافق على الكثير من مطالب حماس، وهناك خوف من أنه إذا لم تتم المصالحة الآن فسوف تكرس عملية الانقسام للأبد. التركيز الأمريكي الإسرائيلي الآن ليس على حل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس كما كنا نعم نتخيل نعم فيما سمي بصفقة القرن، ولكن يعني تعزيز انقسام غزة بإعطائها ميزات وإعطائها نعم تسهيلات اقتصادية يعني تجعلها لا تحتاج إلى الضفة. شكرا السلطة سيد تدرك أشرف أبو خطورة الهول، ذلك، نائب ومصر رئيس أيضا تحرير الأهرام، تدرك كنت معنا خطورة من ذلك، القاهرة ولذلك وعبرا يعني نعمل على حل هذه للمقاطعة. المعضلة بأسرع ما يمكن. شكرا.